الله أكبر الله أكبر. Stand up and face the Qibla. Make your intention. Which prayer you are praying for the sake of Allah. Raise your hands to your ears and perform Takbiratul Ihram to begin the prayer. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر